السلام عليكم. بايدن قررت تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ أكثر تقدما. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن قررت تزويد كييف بأنظمة صواريخ أكثر تقدما لتتمكن من ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحات المعركة. وقال بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز: مع استمرار الحرب أريد أن أكون واضحا بشأن أهداف الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا. وأضاف أن هدف واشنطن هي أنها تريد أوكرانيا ديمقراطية مستقلة وذات سيادة ومزدهرة لديها وسائل الدفاع عن نفسها والردع ضد العدوان. وتابع: لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والدخائر إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحات المعركة وتكون أقوى موقفا على طاولة المفاوضات. وأردف قوله: لهذا السبب قررت أن نزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ ودخائر أكثر تقدما لتتمكن من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحات المعركة في أوكرانيا. وتابع: سنواصل التعاون مع حلفائنا وشركائنا بشأن العقوبات ضد روسيا، وهي بالمناسبة أشد العقوبات التي تم فرضها على اقتصاد رئيسي على الإطلاق. وأضاف: سنواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بما في ذلك صواريخ جالفين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات والمدفعية القوية وأنظمة الصواريخ الدقيقة والرادارات والطائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر مي 17 والذخيرة. وأشار إلى أننا سنرسل المزيد من المليارات من المساعدات المالية على النحو الذي يأذن به الكونغرس. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.